فحاب أبارك لفريقنا والفريق اللي وصل وصول للنهائي. أكيد هذه مباراة منتظرة إن شاء الله بتكون بين الفريقين، مباراة منتظرة بين الفريقين بتكون داخل الملعب وإن شاء الله برا الملعب. شيء طبيعي لأن بحكم المنافسة اللي بينهم بين الجماهير. الفريقين هالسنة قاعد يقدمون مستوى طيب، إن كان الوحدة ولا الوصل. أكيد إحنا كوحداويين نتمنى الله يوفقنا في هذه المباراة. البطولة بالنسبة لنا مهمة. أتمنى إخواني اللعيبة يقدمون كل اللي عندهم. شيء طيب. طبعا دائما هذه البطولة الناس تتكلم عنها أنها هي بطولة تنشيطية، لكن حلاوتها لما توصل في الدور الأربعة ولا في الفاينل تكون أجواءها ثانية، وشيء طبيعي أي فريق يتمنى أنه يفوز في هذه البطولة. اللي أتمناه يعني أن جمهورنا إن شاء الله يكون متواجد، وأنا متأكد إن شاء الله المباراة بتكون يوم خميس، يوم إجازة في ملعب الأهلي، الوقت مناسب إن شاء الله. متأكد الفريقين يعني الجماهير بيكونون تارسين الملعب. اللي أتمناه من جماهيرنا وجماهير الوصل المنافسة تكون في الملعب وبرع الملعب، ما تطلع عن الإطار اللي إحنا ما نتمناه. منافسة شريفة، كل حد يطمح للبطولة، احنا نطمح للبطولة، الوصل يطمح للبطولة، فهي المنافسة يعني موجودة. بس اللي انا اتمنى نبتعد عن التعصب، نبتعد عن الاشياء اللي تطلع عن جو هذه البطولة. احنا نبى ننجح، ما ننسى ان هذه المباراة مباراة فاينل بتكون منقولة، الكل بيتابعها ان كانت خليجيا عربيا. الفريقين يضمون عناصر على مستوى عالي. نتمنى احنا كنادي الوحدة يعني نستمر ان في البطولات. يمكن احنا بدينا الموسم بكاس السوبر، الحين احنا في الدوري الثاني، فما زلنا يعني انت في النهايه في كل بطوله في بطل واحد، فحلو لما الوحده ولا اصحاب السعاده يكونون في كل البطولات موجودين. وهذه فرصه اقول حق اخواني اللعيبه، اليوم احنا محظوظين وانتم محظوظين قاعدين توصلون للمنصات. في 90 دقيقه قدموا كل اللي عندكم، وانا متاكد ان اخواني اللعيبه يقدمون كل اللي عندهم. في النهايه اذا انت الله لا قال قدمت كل اللي عندك واجتهدت وما فزت، ما حد يقدر يلومك، لان في النهايه حتى الفريق الثاني فريق الوصل يمكن استوى له 10 11 سنه بعيد على البطولات، وحق مشروع انه يريد ياخذ هذه البطوله. ففي النهايه ان شاء الله انا متاكد ان المباراه بتظهر على مستوى عالي، واتمنى ان شاء الله الفوز يكون من نصيبنا، مع احترامنا الشديد للمباراه طول الوصلاوي. It's back.